الأسبوع ده قامت عاصفة جدلية على السوشيال ميديا بسبب حفلة الرابر الأمريكي ترافيس سكوت اللي كانت هتتعمل في مصر كمان كام يوم. فريق مؤيد للحفلة وبيقول لك دي هتنشط السياحة وتخلينا نلعب بالدولارات لعب والجنيه هيبقى ب90 دولار، والفريق التاني يقول إن ترافيس ده ماسوني وداعم للأفرو سنتريك وبيعمل طقوس شيطانية في الحفلات بتاعته وبياكل عيال صغيرة على العشاء، ولو جه مصر هيفتح علينا أبواب الجحيم على اساس اننا عايشين في جنه وكده. يعني ما تكبروش الموضوع كده يا اخوانا، يعني هو في جحيم اكتر من اللي سياده الرئيس معيشنا فيه؟ بصوا يعني انا بقول نسيبه يجي يعمل الحفله عادي جدا، وان شاء الله ربنا يضرب الجحيم بالجحيم ويخرجنا من بينهم صخصلي. السيسي في الجلسة الختامية لمؤتمرات دول جوار السودان: نناشد الأطراف المتحاربة إنهاء الحرب، إلهي يخليه لكم. على ما يلي: واحد، الإعراب عن القلق العميق أزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الأمني والإنساني في السودان، ومناشدة الأطراف المتحاربة على وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب وتجنب إزاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوداني وإتلاف الممتلكات. إيه بس كده؟ ما قلتوا فاكرين إيه يعني؟ بقى رئيس تدفعنا دم قلبنا في المؤتمرات وقاعات وميكروفونات وكهارب وفنادق للسادة ورؤساء الدول وشاي وبيبسي واللازي منه عشان تطلع تناشد الأطراف إنهاء الحرب؟ ما كانش ينفع نناشدهم فرضاني يعني؟ لازم تلم الناس حواليك وتعمل فرح العمدة اللي ملوش 30 لازمة ده عشان تقول الكلمتين دول في الآخر؟ هقول لك إيه؟ ما أنت بتاكل في قتة محلولة، وإحنا اللي طلع ميتين أبو اللي خلفونا في الآخر. عزة مصطفى: العاصمة الإدارية فخر لكل مصري، إزاي الجمال ده يتهاجم؟ مش كده بقول لحضراتكم شكلا وموضوعا، وانا يعني بقيت ماشيه في العاصمه الاداريه والله فرحانه وسعيده وفخوره وايه العظمه دي يا مصر، ايه العظمه دي يا مصر. وانت ما تروح العاصمه الاداريه الجديده اليومين دول لازم على طول تفتكر انه وتتاكد من ان كل شيء ناجح ان وراء اعداء للنجاح للاسف. وانت طول ما انت ماشي في العاصمه الاداريه الجديده تقول يا الجمال ده بيتهاجم، القفزه دي. معلش يا استاذ عز، يعني اصل احنا في حته تذوق الجمال يعني تلاقينا مش قد كده قوي، متربيين على القبح بقى بعيد عنك يعني. بص يا استاذ، هو بغض النظر عن موضوع الجمال ده لانه جمال بلاستيك بامتياز، وانا شخصيا مش شايف فيها ايتها جمال، بالعكس هي نسخه مشوهه قص ولزق من دبي من غير المينتننس بتاع دبي، فاتفرج عليها بعد 5 سنين هتبقى عامله ازاي. فالناس يا فندم هتعمل ايه بمدينه كانت سبب مباشر في فقرهم وجوعهم وجوع عيالهم، وفوق كده لا هم ولا عيالهم ولا عيال عيالهم يقدروا يشتروا فيها متر مربع. طبيعي ان هم يهاجموها يعني ويلعنوا اليوم اللي اتبنت فيه. فانا مش عارف حضرتك عاوزاهم يعملوا ايه بجمالها يعني؟ هم حتى عارفين يروحوا يتفسحوا فيها؟ هيبصوا لها فيشبعوا يعني ولا ايه؟ وزير الماليه: حصيله الضرائب ارتفعت بنسبه 23% في العام المالي الحالي. ما هو لازم ترتفع، هو انتوا بتعملوا حاجه غير فرض الضرائب؟ وكل شويه طالعين لنا بضريبه جديده ما انزل الله بها من سلطان، ضريبه قيمه مضافه، ضريبه عقاريه، ضريبه على السلع الاستفزازيه، ولا حد فاهم بتاخدوها قصاد ايه ولا بتعملوا بيها ايه ولا يعني بتدونا مقابلها ايه. الدوله ما بتقدمش اي خدمات، مش هقول لك ما بتقدمش خدمات حقيقيه، ما بتقدمش اي خدمات نهائي، ولا المواطن له قيمه ولا حد بياخد رايه في حاجه، وظباط الجيش والشرطه مبلطجين على الشعب كل يوم والتاني، ظابط يقتل المواطن في الشارع في عز الظهر وقدام الناس ومحدش بيقدر يعمل لهم حاجه، ورغم كده نازلين حلب في الشعب لما نحلت وبره وداخلين على الجلد اهو. السيسي: ضروره تحمل المجتمع الدولي والدول المانحه مسؤوليتهم تجاه الأزمة السودانية. 4، أهمية التعامل مع الأزمة الراهنة وتبعاتها الإنسانية بشكل جاد وشامل، يأخذ في الاعتبار أن استمرار الأزمة سيترتب عليه زيادة النازحين وتدفق المزيد من الفارين من الصراع إلى دول الجوار، الأمر الذي سيمثل ضغطا إضافيا على مواردها يتجاوز قدرتها، على الاستيعاب، وهو ما يقتضي ضرورة تحمل المجتمع الدولي والدول المانحة لمسؤولياتهما في تخصيص مبالغ مناسبة من التعهدات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الإغاثي لدول لدعم السودان والذي عقد يوم 19 يونيو 2023 بحضور دول الجوار. قول كده بقى، انت لا يهمك السودان ولا الحرب ولا المدنيين اللي بيموتوا، انت عامل الليلة دي كلها عشان تشحت على حس النازحين واللي معظمهم ناس داخلين بتأشيرات دخول دافعينها بالدولار وعايشين في مصر بفلوسهم، ما بتصرفش عليهم من جيبك يعني. هل انت مثلا وفرت لأي نازح سوداني سكن؟ ولا الناس أجرت شقق على حسابها الخاص؟ وفرت لحد وظيفة؟ قدمت أي خدمة مجانية؟ السودانيين في مصر زيهم زي أي مقيم بفلوسه في أي حتة في العالم، فأنا مش فاهم أنت بتطلب دعم مادي بناء على إيه؟
السيسي في قمة نيباد نسعى لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة. ثالثا، تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة، بما في ذلك من خلال وضع آليات لتخفيف عبء الديون عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد الميسر، بالإضافة للمقترحات ذات الصلة بحوكمة النظام المالي العالمي بشكل يراعي احتياجات الدول النامية بدرجة أكبر. ما خلاص يا ريس بقى، مش كل ما تمسك الحديدة في أيوتها مؤتمر برا مصر تتكلم على موضوع الإعفاء من الديون ده. وبعدين هي الديون دي اتراكمت شيطاني كده، ولا انت وامثالك من رؤساء الفشل اللي قعدتوا تستلفوا عمال على بطال؟ ويا ريتكم عملتوا حاجه لشعوبكم. بالعكس، حال الشعوب الافريقيه بقى لا يسر عدو ولا حبيب. ريح نفسك يا ريس، محدش من اللي سلفوك هيعافيك من السداد. هو ما ضربكش على ايدك عشان تستلف منه، ولا انت كنت مجبر انك تاخد قروض، لان الدعم الخليجي كان المفروض يحل لك كل مشاكلك الاقتصاديه، لكن لان المال السايب يعلم السرقه، وما اظنش انك كنت محتاج تتعلم يعني، فانت اخذت الفلوس وفرتكتها على الهجايس واستلفت اضعاف، فدخلت البلد في أزمة خلت نسبة الدين توصل ل 97% من الناتج المحلي. يعني احنا مطلوب مننا نعيش ب 3% بس. عمرو أديب دي المرة ال 15 اللي أثيوبيا تقول هنتفاوض، وبعدين فجأة ما يكملوش. يكون هو خلص. طب هل هو فعلا هيدخل في المفاوضات؟ معلش دي المره ال15، انا بكلمكم بصراحه، انا ما بقولكمش حاجه انتم ما تعرفوهاش. دي المره ال15 او ال16 يقولوا ايه احنا داخلين مفاوضات وبعدين يدخل. هم بصراحه نجحوا قوي في الحكايه دي، احنا داخلين مفاوضات ويدخلوا مفاوضات ويقعدوا يقعدوا 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 والاخر لحظه خلاص قربنا اهو هنمضي هنتفق، وبعدين فجاه يقول لك ايه، لا الجانب المصري متعنت، الجانب المصري مش عايز يتفق، الجانب المصري عامل مشاكل. فالصور دي النهارده بالنسبه لنا طيب كده بيس، يعني كده خير، في حاجه بتحصل كويسه، في تقدم، نامل. احنا عايزين طبعا، لانه احنا ما بنتكلمش في حاجه عاديه. وانا رايي ان ايه ده يا عمرو، انت قصدك ان السيسي عبيط وان اثيوبيا كل شويه تضحك عليه بوعود كذب وهو بيصدقه؟ لا لا لا، ما صحش كده يا عمرو. امال لو ما كنتش الطبال الملاكي بتاعه كنت هتقول ايه؟ خليت اهل المغرضين والخونه اعداء الوطن. انت عارف اثيوبيا ما بتكملش ليه يا عمرو؟ لان المفاوضات بالنسبه لها تضيع وقت، هي كده كده اخذت اللي هي عاوزاه وما عندهاش استعداد تتنازل عن مكتسباتها، فهتتفاوض عليه ان شاء الله اذا كان السد اتبنى خلاص والمال اتعمل، بدل المره ثلاثة والرابعه جايه في السكه. والسيسي كل مره كان بيحط خطوط حمراء وينزل على ما فيش، ونكتشف ان مش الخطوط اللي حمراء يا عمرو، فهم عارفين تمامه، يعني هاي ما طوحوا شويه في المفاوضات وبعدين ينسحبوا منها، والمال الرابع يتم طبق الاصل الثلاث علق اللي فاتوا. عضو لجنه الصحه بالبرلمان عن المرض الغامض بقنا، الناس عندها خلفيه سيئه وبتخاف من اي دور برد ما يقال، لانه الطبيعي الحفاظ على الامن العام ده امر سياسي هام جدا، وخاصه بعد اللي احنا عدينا بيه من متحورات وازمات، فالناس بقى عندها خلفيه للاسف، يعني عندهم خلفيه سيئه عن أن مجرد انه دور حراره او انفلونزا او بنخاف، كلنا بنخاف. ده ايه بقى؟ يعني احنا كنا الاول عادي بدور الانفلونزا، حتى لو جه جديد شويه علينا ما كناش بنخاف الخوف ده كله، لكن لو احنا دلوقتي جالنا دور الانفلونزا خيف هنخاف، لانه احنا مش عايزين يكون فيه هو للأسف حاجه احنا مش عارفينها. او في دكاتره خرجوا، دكاتره مختصين خرجوا وقالوا انه ده نوع من انواع التيفويد، يعني حمى التيفود، ودي مش سهله، دي مش يعني وفي قال لك حمى الضنك في محافظه البحر الاحمر برضو بالظبط. ففي ناس دكاتره خرجوا قالوا كده، فالمواطن ما عندوش الدرايه الكافيه انه يميز، والطبيعي اي شيء فيه يعني يحصل فيه قلق. الناس دي ما بتتعلمش والله، نفس سياسه الانكار والتجاهل وايهام الناس ان كله تمام وتحت السيطره، يعني تقريبا نفس اللي حصل وقت الكورونا واللي لحد دلوقتي محدش عارف الارقام الحقيقيه للوفيات اللي اتسببت فيها. من فتره والناس في إنا وفي البحر الاحمر بيشتكوا من اعراض مرضيه متشابهه، عباره عن ارتفاع في الحراره، تكسير في الجسم، اعياء شديد، وفي قريه في إنا عدد المصابين فيها عدى 300، وبدا يطلع كلام على السوشيال ميديا عن وجود مرض غامض في الصعيد. المرض مش غامض ولا حاجه يا جدعان، المرض زي ما قال الاطباء المختصين اللي الدكتوره نايبه بتنكر صحه كلامهم، هو حمى الضنك، ودي عدوى فيروسيه بتتنقل عن طريق الناموس، عشان كده السيطره عليه بتكون صعبه، وخصوصا في بلد عندها مخزون استراتيجي من الناموس يكفي الكوكب كله زي مصر كده. المرض اعراضه بتكون يعني سهل احتوائها، والحالات بتخف بالعلاج خصوصا لو تم بسرعه، واحيان تانية بتكون الاعراض شديده لدرجه الخطوره، ولانه من انواع الحمى النزفيه ما ينفعش التعامل معاه بتهاون واهمال، وما ينفعش تنكر وجوده. المهم بقى ان في الوقت اللي النايبه المسؤوله عن الصحه في البرلمان الموقر انكرت وجود حمى الضنك، وزاره الصحه نزلت بيان اعلنت فيه وجود الحمى دي بعد ما اخذت عينات دم من المصابين وكمان من الناموس اللي في مناطق الاصابه. صح، هم كالعاده انكروا الارقام الحقيقيه وقالوا ان الامور مستقره، لكن على الاقل قالوا ان المرض موجود. احمد موسى عرضت فيديو للعاصمه عشان الناس تشوف ان الحركه بدات فيها.
من كام يوم عرضت فيديو للعاصمه ولقيت بعض الناس يقولوا لي الفيديو والعاصمه انا عرضت الفيديو. عرضت فيديو للعاصمه ليه؟ فيديو العاصمه لانه دايما يقول لك ما حدش رايح العاصمه، مفيش حد هيروح العاصمه. طب احنا العاصمه في اطار التجارب، لسه العاصمه ده انت لسه ما قلتش افتتاح، ما افتتحناش لسه بدري قوي على افتتاح العاصمه. ولكن بتقول النهارده الناس بدات حركه تبدا في العاصمه، ناس تروح العاصمه، حركه نقل تروح، اتوبيسات ميكروباصات ميكروباصات تنقل الموظفين في العاصمه، تبدا الحركه تروح العاصمه. الاسبوع اللي فات احمد موسى عرض فيديو لخروج الموظفين من الوزارات في العاصمه الجديده كنوع من الدعايه والترويج انها اشتغلت طلعت قماش وكده. الفيديو ظهر فيه اتوبيسات نقل الموظفين وهي بتتحرك بعشوائيه وعدم نظام، الحاجه اللي خلقت حاله من الفوضى والزحمه، والمنظر كان اشبه بموقف عبود. والناس على السوشيال ميديا ما صدقت بقى جنازه وشبعوا فيها لطم. لكن لان التعريس عند موسى لا يفنى ولا يستحدث من العدم، فهو مش شايف اي مشكله في اللي حصل، واحنا لسه بنجرب يعني. جرى ايه يا مصريين؟ عاوزين اهل الشر يشمتوا فينا ويشككوا في الانجازات بتاعتنا اللي مش موجوده دي؟ عمرو اديب اكيد رئيس وزراء اثيوبيا وهو في العاصمه الاداريه قال بينه وبين نفسه ايه ده؟ انتوا جايبين ميه لحد هنا ازاي؟ نقطة ضعف جديدة الآن الحرب اللي موجودة في السودان. ولكن هذه الصور اليوم أنا تقديري الراجل ده النهاردة هو بيلف في العاصمة الإدارية وبيشوف العاصمة وبيشوف حجم البناء وحجم الزراعة، في دماغه سؤال، انتوا جايبين المياه منين؟ أكيد يعني هو طبعا أكيد ما قالش ده للناس اللي معاه، بس أكيد هو بيلف كده في دماغه السؤال ده، لأن هو المياه من عنده، هي يعني تاريخ مش من عنده قوي يعني، المياه يعني هي من عنده، فهو أكيد في دماغه طب انتوا جاي موصلين مياه لغاية هنا ازاي؟ جيبوا مياه منين؟ وجبت التأكيد ده منين عمرو إن شاء الله؟ ثم ايه العجب العجاب في توصيل الميه للعاصمه عشان ينبهر يعني؟ دي شويه مواسير يعني. صحيح كلفتنا مليارات، بس لا هي معجزه ولا هي حاجه ما عندهمش منها هناك في اثيوبيا. ده الراجل بيبني سد ولا سور الصين العظيم، هيستغرب ليه يعني؟ عموما لو في حاجه قالها بينه وبين نفسه هتكون ان ده شغل مع تيه والله. بلد عندها مشاكل اقتصاديه بالكوم ومهدده بالجفاف، سايبه كل ده وراح تبني عاصمه في الصحراء وتصرف عليها كده؟ محمد صبحي باكيا على الهواء، انا حزين ولا اتسول، أنا حاسس إني في سجن. بالثقافة والفن على إنها معول ممكن أن يبني أو يهدم، أنا حزين، أنا حزين يا أستاذ سيد، أنا لا أتسول، أنا بشتغل وبكسب، وبقول قدام الدولة أنا بشتغل وبكسب ومصلحي أشرف أم ليبيا قالوا 7 سنين في الصحراء، بس الجمهور ده هو ده اللي كنا بنقول عليه الكنبة، حزب الكنبة، اللي ما رضيوش ينزلوا شوارع مصر عشان ما يأذوهاش وما يدمرهاش، مش خوفا، هم دول اللي مش عايزين ينزلوا لأي فن، عايزين يروحوا فن اختاروه ومتأكدين إن إحنا هنخاطب عقولهم وهيضحكوا ويضحكوا يكركعوا كمان ويستمتعوا ويعيطوا ويبكوا وشكل، انما انا بشتغل لوحدي، انا حاسس ان انا في سجن كبير، بس للاسف انا مظلوم في اني مسجون في زنزانه انفرادي. ياه يا فنان، كل دي احزان، رياده بلدك ايه بس اللي بتدافع عنها؟ ما خلاص بقى ابو القيم والمبادئ، ما حدش بقى ياكل من الكلام ده، فارد بقى تقلع طوب المثاليه عشان واسع عليك وبتلق فيه على الاخر والله. يا اسطى انت راجوز زيك زي غيرك، ولا بتقدم فن مختلف ولا نيل، انت بس عجبتك لعبه الفنان المثقف اللي بيقدم مسرح هادف بيخاطب العقول ولا يخدش الحياء، مع انك كنت مفرتك تلبنتين ام الحياء ده في افلامك القديمه قبل ما تلبسك وروح بابا صنفور وتدلدق علينا بقى حكم ومواعظ، لما لقيت نفسك مالكش مكان في السوق لان ما عندكش حاجه تبيعها، فعشت لنا فيها الدور بقى. لا سيادتك ان اعترف الحقيقه، انت بورت خلاص، فبلاش البقين الحمضانين بتوع مستوى الفن وانا بحارب لوحدي وبتاع، عشان انت كل اللي فارق معاك انك مش من اللي نالهم الرضا السامي ولا بياخدوك معاهم في المسرحيات اللي بتتعمل مخصوص للسيسي عشان يذرف دموع التماسيح على شهداء الجيش والشرطه، ولا حد رشحك حتى لدور صغير في مسلسلات الشؤون المعنويه. وشوف يا اخي ما انك مطبلاتي قديم ومدقدق في الشغلان لانك ما عجبتش السيسي، مش عارف بقى العيب كان في الدربكة ولا الايقاع كان دون المستوى، مفقوس قوي يعني. ابو العينين جوزيف بوريل اكد ان عبد الناصر بنى الجمهوريه الاولى والسيسي يبني الجمهوريه الثانيه. اكبر فرصه فيها استقرار لما يعني انا مش اكيد بيعت لما يجي وزير خارجيه الاتحاد الاوروبي يلتقي في بروكسل يقول نحن نبحث عن الصديق القوي الذي يتمتع بالاستقرار هي مصر مثلا، او ده واحد بوريل من اهم دول اوروبا. ايوه ما هو ده اللي كان بيتكلم، انا بتكلم عن كلمه طلع اسمك وطلع قال ان جمال عبد الناصر بنى الجمهوريه الاولى 52 ورئيس عبد الفتاح السيسي يبني الجمهوريه الثانيه. وحضرتك يعني احنا انا بتكلم على ايه؟ هم رؤيه تشبيه والاروع يعني، يا زين ما اختار الاخ جوزيف ده، رميه بغير رامن زي ما بيقولوا. عبد الناصر هو مثل السيسي الاعلى، وصل للحكم بانقلاب عسكري وسماه ثوره، والسيسي قدر يسيطر على الجيش ويحط كله في جيب الصغير وبيتمنى انه يمتلك نفس ادوات عبد الناصر وقدرته على تكميم الافواه والسيطره على الاعلام في عالم ما عادش ينفع فيه ده اصلا. عشان كده دي الحاجه اللي السيسي مش قادر يحققها بشكل مطلق بسبب اختلاف الزمن ووجود منصات مستقله. وان كان عبد الناصر ضيع سينا فالسيسي ضيع تيران وصنافير وحقول الغاز والنيل. طبعا ده غير الخراب المستعجل اللي حط على البلد من يوم ما شفنا وشه ومش فاضله غير النكسه، او البيان الرسمي من النيابه العامه عن احداث سيدي براني في مطروح.
أمرت النيابة العامة بحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عما اقترفوه من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني بمرسى مطروح. وفور تلقي الإخطار انتقلت النيابة العامة ونظرت جثماني المتوفيين وسألت أربعة من الشهود، فتواترت أقوالهم على انطلاق قائد السيارة المتوفي بسيارته مسرعا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثاله لأمرهم بعد مطالبة القوات توقفه أكثر من مرة. وأنذاك شهر أحد ضباط الأمن سلاحه وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة. وعلى ذلك استجوبت النيابة العامة الضابط فيما نصب إليه من اتهامات، فأنكر وأكد إنه إثر محاولة لقائد السيارة دهسه انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة لفقدانه الاتزان. وقد انتهت تحريات الشرطة إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدا تعطيل السيارة إلى أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدث بيان ما يخرش المي. صراحة النيابة العامة المرة دي عدها لعب وأزح. طب إيه رأيك يا نيابة إن الكذاب؟ وده اللي اثبتته فيديوهات الكاميرات بتاعت المراقبه بتاعت معرض السيارات الخاص بالشاب اللي اتقتل واللي نشرتها صفحه ما تصدقش على السوشيال ميديا. الفيديوهات ما فيش فيها اي محاوله لدهس الضابط اللي هو بالمناسبه مجهول الاسم لحد اللحظه دي. بالعكس الشاب طلع من المعرض وركب عربيته واتحرك بيها في اتجاه بعيد تماما عن الضابط. صحيح الشاب حاول يهرب واللي برره الشهود بانه اكيد كان خايف بسبب انتشار الحملات الامنيه اللي بتقبض على الناس بشكل عشوائي في الفتره الاخيره، بس هل هروبه ده يخلي الضابط يضرب عليه 3 رصاصات ويقتله بدم بارد؟ عموما احنا عارفين ان الموضوع هيترمخ عليه وان الضابط هيطلع منها لان مفيش حاتم بيتحاكم، وان وجود الفيديوهات دي مش هيغير حاجه في بيان النيابه. وزير الصحه المدن الجديده ليست رفاهيه. كباري من انفاق من مدن جديده اللي ساعات الناس زحمه بتتكلم على المدن الجديده دي. انا عايز اقول لك مثال بسيط على المدن الجديده يمكن ما حدش واخد باله منه. احنا كنا عايشين على 7-7.5% من مساحه جمهوريه مصر العربيه. صحيح. ده النهارده طبقا للاحصائيات الاخيره من الجهات الدوليه والجهاز المركزي انت تعديت ل 14.5%. انت بتخرج يعني القضيه المدن الجديده ليست رفاهيه وليس لكن انت بتخرج من الوادي الضيق اللي هو ممكن يكون ضاق باعداد السكان اللي بتزيد 2.2 مليون نسمه سنويا وبتخرجهم لاستخدام 14.5% في مساحه مصر. الكليه. القضيه ليست قضيه انك انت بتبني مباني جديده او بتعمل انتقال لمراكز حكوميه جديده، ولكن هي حياه جديده ورئه جديده للمجتمع. لما تطلع من الناحيه الصحيه بقى تلاقي الناس اللي كانت عايشه في عشوائيات كانت عامله ازاي اللي ما كانش بتشيل الشمس اللي ما كانش عندها ميه. شوف يا اخي الشعب النمرود، يبقى الري صارف ومكلف عشان يعمل لنا رئه جديده نوفي مليانه اكسجين نقي، والناس برضو مش عاجبها بتقول لك فناكيش. بس يا سياده الوزير يعني سعادتك مش واخد بالك ان المواطن العادي مش هيقدر يعيش معاكوا في الرئه الجديده دي، وانه هيفضل محبوس مع اخواته المواطنين في المثانة اللي عايشين فيها دي ومع وادم ودخان؟ أفندم اللي عاوز يزود المساحة المأهولة بالسكان ما بيبنيش مدن تكلفة الحياة فيها فلكية، ولا بيعمل مجتمع بالعافية عن طريق شحن الموظفين في الأتوبيسات. بالعكس الدنيا بتبدأ صغيرة وبتكبر. انت عارف لو كان السيسي فعلا عاوز يعمل رئة جديدة على حد تعبيرك كان وفر خدمات حقيقية لبدو سينا أو العرب مطروح أو الناس اللي منسية في نجوع الصعيد، ساعتها المجتمعات دي كانت هتتوسع تلقائيا. مش يتعامل مع البلد كأنه عيل صغير بيلعب بشوية مكعبات. يعني وياريت تبقى وانت بتطبل تاخد بالك من كلامك، يعني لاننا لسه والله عايشين على 7.5% زي ما احنا. رقم 14% ده ما تحققش لسه، والدولة بتسعى انها تحققه في 2052، فربنا يدينا ويديك طول العمر بقى. فانا مش عارف انت جبت منين يعني ان الاحصائيات الاخيرة قالت اننا وصلنا للرقم ده. عمرو اديب، فواتير الكهرباء الشهر الجاي هتكون عالية شوية، كله مشغل التكييفات والمراوح. احب اقول لحضراتكم ان فاتوره الكهرباء بتاعتكم علشان ما حدش يندهش الشهر الجاي هتبقى عاليه شويه، لانه طبعا الناس كلها مشغله مراوحها ومشغله تكييفاتها. يا ابن اللذين يا عمرو، حلنجي ونصاب من الطراز الاول، بقى فواتير الكهرباء هتزيد عشان الجو حر والتكييفات والمراوح هي السبب. طب ايه رايك بقى ان وزاره الكهرباء قالت الشهر اللي فات ان الاسعار هترتفع من اول يوليو، ونزلت اسعار الشرايح الجديده كمان، ده غير انها يعني المفروض كانت هترتفع من اول السنه، بس السيسي رطبه الله قال لهم يأجلوه. ما انت عارف بقى حنية قلبه وهشاشة مشاعره. فأنا مش عارف انت بتضحك على الناس ليه، خايف منهم مثلا؟ هو في حد قادر يفتح بقه؟ ما كله بيدفع وهو ساكت. المهم ان رغم ارتفاع الأسعار للمرة الخشرمية وبرغم تأكيد الدولة اننا عندنا فائض من الكهرباء وان البلد قربت تصدر كهرباء للمريخ، إلا ان الكهرباء بقت بتقطع بالساعات، واللي هي حاجة عجيبة جدا وعسيرة الفهم. يعني منين عندك فائض في الكهرباء وبتبيع للمواطن بالسعر العالمي وبتاخد الثمن مقدم كمان؟ المصيبة اللي مش موجودة في الكوكب، مفيش في الكوكب كله دولة بتاخد ثمن الخدمات من المواطن مقدما، فانت منين عندك كل ده ومنين بتخفف الاحمال؟ مدحت نافع الخبير الاقتصادي، تحرير سعر الصرف الان عبث. مساله مرونه سعر الصرف حضرتك شايف هي دي المساله يمكن اللي ما زالت عالقه، يعني اعتقد ان وهي عالقه لاسباب منطقيه، يعني احنا اتكلمنا قبل كده ان اي تحريك جديد سيكون عبث، يعني اي تحريك في غياب السيوله او في غياب مجال كي تعوم فيه، يعني ما بقاش في تعويم بقى هنتصم بالقاع لما يكون، وبالتالي وجود هذا المصدر الى جانب المصادر الاخرى التي اشار اليها رئيس الوزراء في حديثه من زياده
الطراز السلعيه غير النفطيه ومن زياده في بعض الايرادات الاخرى المستهدفه في خدمات التحليل وخلافه، يمكن ان تحقق في الاجل القصير فرصه ونافذه جديده كي نتحرك في مساله تحليل جديد في اطار سياسه من الربط المالي او يعني. وهي التعويمات اللي قبل كده ما كانتش عبث، ما قطمتش ظهر المصريين، كل تعويم جديد كان بياخد من قوت الناس وبينزل شريحه جديده منهم تحت خط الفقر. الناس اتطحنت حرفيا من ارتفاع الاسعار، ومع ذلك انتوا مش رافضين التعويم عشان خايفين على الناس يعني ولا حاجه. السيسي بس مستني يعدي الانتخابات وبعد كده هو هيوافق على طلب الصندوق زي ما وافق على كل طلباته اللي قبل كده، وده مش عشان خايف يخسر لا سمح الله، هو في كل الحالات كسبان حتى لو عوم الجنيه بكره الصبح، هو بس مش عاوز شوصره من الصحافه بتاعه بره اللي هتقعد بقى تقول انه بيسحق شعبه وبيفقره وتفتح موضوع المشاريع عديمه النفع والقصور الرئاسيه والسجاجيد الحمراء. فهو مستني اليومين دول يعدي ويرجع يدور فينا الضرب عادي جدا. والدليل على كده ان سياده الخبور الاقتصادي قال ان المشكله مش في التعويم نفسه وانما في التوقيت، عشان احنا حاليا عندنا لا مؤاخذه فجوه دولاريه وكده. سعد الدين الهلالي: قراءه الفاتحه في الصلاه مساله خلافيه ولا تبطل الصلاه. في حل النزاع المساله الاخيره اللي عايز اذكرها برضو التي حدثت فيما يقال سهو سوره الفاتحه في الصلاه، دي مساله خلافيه؟ اه مساله خلافيه، ومن قدر الله عز وجل ان يحدث من قدره ما يلزمنا ان نتكلم في هذه القضيه. اه لو انا كنت اتكلمت في هذه القضيه دون حدث كان ايه اللي هيحدث؟ كان الدنيا ضجيج هتملى. ايه هنلعب كمان في الصلاه والحديث اللي رواه احمد عن ابي امامه: لا تنقضن عروه الاسلام عروه عروه، أولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة. بالمناسبة الحكم مش المقصود به حاكم الدولة، المقصود به كل من يحكم. سيادتك في بيتك حاكم وأنا في بيتي حاكم والمدرس حاكم، الحكم بالعدل، كل من يحكم بين اثنين اسمه حاكم. الأول شيء بينتقد العدل ثم ينتقد الصلاة. الشاهد المسألة دي خلافية؟ أيوة فندم خلافية. خلافية في إنه من الراشد فتحة في خلافية. أيوة فندم. ولا كل من ركب الحصان فارس ولا كل من مسك السجاد طبال. يخرب عقلك يا شيخ سعد، ده ما حدش من شيوخ السلطان جاب سيرة الحكاية دي، تجاهلوا الموضوع ولا كأنه حصل، لأن قطعا الصلاة من غير فاتحة باطلة وهم ما يقدروش يطلعوا يقولوا غير كده. وكفاية العمم اللي كانت واقفة زي قلتها ومحدش منهم قدر يرد الإمام، وانت عارف برضو ان محدش منهم هيقدر يرد عليك ولا يقولك انك منافق ونصاب، وان المسألة عمرها ما كانت خلافية، لكن في آراء بتقول انها تجوز. وفرض ان في آراء مختلفة، فهل نسيب نص حديث صحيح ونعتمد على رأي فقهي وارد يكون غلط؟ وبعدين ما الإمام صلى بالفتحة في الركعة الأولى عادي، ولا هو ماشي بكل ركعة بمذهب شكل بينوع يعني عشان السيسي ما يزهقش؟ عموما انت حتى لو سيسي كان صلى ركعه واحده بدل ركعتين كنت برضه هتلاقي له تصريف. اقول لك عدم الصلاه لا يبطل الصلاه. السيسي يشدد على جهود توطين الصناعه وتعميق التصنيع المحلي في مصر. اي بلحتين في رغيف وخلاص، نفس الاسطوانات المشروخه اللي بنسمعها بقالنا 70 سنه، الكلام عن الصناعه الوطنيه والاعتماد على المنتج المحلي، ومفيش اي حاجه بتحصل ولا البلد اتحركت خطوه لقدام من يوم ما شفنا حكمهم الميمون. بالعكس اتحولت من بلد زراعي عنده اكتفاء ذاتي في محاصيل كتير لبلد بتستورد كل احتياجاتها الغذائيه تقريبا، ولا بقينا فالحين في صناعه ولا زراعه. وبعدين انا عاوز افهم ايه حكايه بيشدد دي؟ بيشدد على مين يعني؟ هو في حد بيحكم البلد دي غيره؟ بيناشد الساده المسؤولين؟ رئيس شعبه السيارات: ما بنصنعش حاجه خالص. قطع الغيار واكتر حاجه عليها النهارده طلب ايه في في السوق؟ في سوق قطع الغيار يعني؟ اه ما انت حاجه قطع الغيار احنا بنصنع ايه تحديدا؟ قطع ما بنصنعش حاجه، ما بنصنعش حاجه خالص، خالص. كله مستورد؟ إيه مش عايز اقول لك 101 او 102% مستورد، ولا تيل ولا ولا تيل. ما انت النهارده حتى التيل حضرتك انت بتبقى خايف على الطنابير. فالتيل يعني بيتعمل يعني رديء جدا بصراحه. فانت النهارده حتى بتقول ده تيل، انا راكب العربيه انا خايف على نفسي خايف على اولادي محتاج يعني. حاجه طبعا سيفتي وامان طبعا. طيب ماشي، فانا حتى التيل ما اقدرش اعمله. يعني نوعا ما مثلا تقفيل العربيات بس مش في قطع الغيار، هو الفرش كده يكون يعني اللي احنا مثلا في العربيات المحلي هو الفرش، بس الفرش انا ما بقولش قطع غيار في تعديل بسيط. يا عيني ده اتصدم. لو انت موسى ما كنتش تعرف ان مصر ما بتصنعش حاجه خالص. يا راجل ده احنا بنستورد الاقلام والبرايات، قطع غيار سيارات ايه بس اللي بنصنعها؟ ولا انت صدقت تطبيلك واننا دوله عظيمه وكده؟ بص يا موسى انت عشان غالي عندي انا فاهمك، الكام مصنع اللي عندنا دول اخرهم تجميع يا حبيبي، عارف لعبه الميكانو بتاعت زمان؟ اهي المصانع بتاعتنا حاجه زي كده، تركيبه بس، ويا ريتها بتعرف تعمله عدل حتى. ده بيبقى فيه مشاكل بالكوم والناس بتهرب من شراء اي عربيه تجميع مصري، والكلام ده مش بس في السيارات، لا ده حتى في صناعه الادويه والاجهزه الكهربائيه. احنا بنمثل اننا بنصنع، والصناعه الحقيقيه الوحيده اللي كانت عندنا كانت الغزل والنسيج، والسيسي جاب دورافها خلاص. بس تصدقوا بالله يا اخوانا، يعني الاخ عضو الشعبه ده طمني على مستقبل الصناعه في مصر، واداني بصيص من الامل ساعه ما قال اننا بنعمل الفرش. امال يا جدعان ده احنا عندنا خير منجدين الارض واحنا شويه. الكيلو ب 25 جنيه، النائب ايهاب رمزي يطالب الحكومه بوقف جنون اسعار البصل. ايوه فعلا لازم تدخل سريع في موضوع البصل ده، ده حاجه ما يتسكتش عليها ابدا. يعني انا مش عارف هل البصل بيمثل لسياده النائب حاجه مهمه للدرجه دي؟ يعني من وسط كل السلع الغذائيه اللي اسعارها ولعت، البصل بس هو اللي لفت انتباهه وبيطالب الحكومه بوقف رفع سعره؟ على اساس ان الحكومه بتاعتنا حنينه يعني، ومش كل شويه ترفع علينا الاسعار ونازله صب في مصلحتنا يوماتي.
بصل ايه بس يا فندم؟ ده مفيش نوع خضار واحد يوحد ربنا الا وسعره ارتفع. الناس مش عارفه توفر لعيالها وجبه غذائيه بسيطه اللي هو شويه رز وخضار قرديحي من غير لحمه، حتى ده بقى صعب عليهم. بعد القبض على صاحب مبادره ابن بيتك بعد استيلائه على 2 مليار جنيه عمرو اديب، ليه الناس بتعمل في نفسها كده؟ يعني يا جماعه انتوا في بلد شركات العقار، انا ما اعرفش في المنطقه كلها في كميه شركات العقار زي اللي عندنا دي، وعندنا اسامي معتبر لكل المستويات سواء كان بنا اقتصادي، بنا متوسط، بنا فاخر، بنا ساحلي، ده احنا دي بلد شركات العقار، دي بلد العقار فيها ثروه وفي اسماء معتبره واسماء محترمه ليها تاريخ من تسليم الشقق وانها بتوفي بالتزاماتها سواء كانت المستوى اللي بتسلمه. سؤال وجيه يا عمر، صحيح ليه الناس ما بتشتريش من شركات العقار الموثوق فيها زي مجموعة طلعت مصطفى وغيرها؟ جايز مثلا لأن الأسعار فلكية وفوق قدرة الناس بمراحل، ولأنها في كومباوندات بعيدة ومجتمعات مقفولة على نفسها بمدارسها الدولية ومستشفيات العشر نجوم اللي هو في مستوى المواطن تاجر السلاح، يعني حتى لو قدر يوفر ثمن الشقة مش هيعرف يعيش فيها. وبعدين ليه دايما بتلوم الضحية وسايب الدولة اللي اديته كل الموافقات على المشروع وكمان عملت لشركته ملف ضريبي وسجل تجاري وكانت بتاخد منه ضرائب ورسوم؟ وفوق كده ليه الإعلام كان بيستضيفه عشان يتكلم عن مشروعه وكان نازل فيه تلميع ده غير صوره مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان وإشادتهم بفكرة المشروع؟ يا عمر الدولة هي اللي بتخلق البيئة الخصبة للنصاب وهي اللي بتساعده كمان، لأن النصاب عارف كويس إن الدولة ما يهمهاش المواطن في حاجة ولا هتدور إنها ترجع له حقوقه ولا حتى بتقوم بدورها في حمايته. الحكومات في إقرار علاوة وبنحة استثنائية لكافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة. امبارح نزل منشور على مواقع التواصل منسوب للصحيفة الرسمية للدولة. المنشور بيقول إن الحكومة هتدي 400 لحلوحاً لكل العاملين في قطاعات الدولة. طبعاً المنشور كان واضح جداً إنه مزيف، ومع ذلك الحكومة اهتمت ونافت الخبر بعد أقل من ساعة من انتشاره. الحكومة اللي بتسيب الناس تخبط راسها في الحيط وبتعمل ودن من طين وودن من عجين لما يكون في مصيبة سودة بتحصل والناس بتبقى عاوزة تسمع أي تصريح تفهم منه أي حاجة. أهو دي بقى ما استحملتش على نفسها كلمة فيها دفع فلوس. إحنا نعرف ناخد بس من المواطن لكن ندي منين؟ هو إحنا حالتنا حاجة؟ مسؤول بالتموين الكلام عن إلغاء بطاقة التموين واستبدالها بالكارت الموحد غير صحيح. فالحقيقة هي هذه البطاقة بتصدر من البريد المصري، والحقيقة قلنا ممكن نخوض التجربة في محافظة بورسعيد، أما أن يكون هذه البطاقة بديلا عن بطاقة التموين فده كلام عادي تماما. أيوة طب إيه علاقة التموين بالحكاية؟ يعني ممكن أن نستخدم هذه البطاقة يعني في صرف السلع التموينية أو المقررات التموينية لمن يرغب في هذا، وأن تكون هناك مبادرة على مستوى محافظة. دكتور إبراهيم كفاية إشاعات بقى بتوع السوشيال ميديا، ما انتوا على طول كده هتشككوا في كل حاجة. اهو الخبر بتاع الغاء بطاقة التموين واستبدالها بالكارت الموحد طلع بلبوس تماما من الصحة. هو اي نعم الحكومة هتخلي المواطن يعمله غصب عن عين اهله، بس هتسيب له حرية الاختيار لو عاوز يستخدمه في صرف التموين، مفيش مانع. يعني انتوا عارفين طبعا اننا في بلد ديمقراطي وحرية الاختيار مكفولة للجميع. اهو احنا من طول عشرتكم السوداء عرفنا انتوا بتخططوا لايه. بطاقة التموين هتتلغي والدعم هيبقى مادي مش عيني، بمعنى ان الدولة هتحط للمواطن المستحق للدعم 100 جنيه في الكارت وهو بقى يدبر نفسه بيهم، يكشي يشحن بيهم الباقة ولا يشتري بومب العيد. حكومة ملهاش دعوة بقى. نسيت اقول لكم ان الكارت الموحد بالله ده معمول عشان مصر تتحول بيه لعصر الرقمنة وكده، وكل مواطن على ارض مصر لازم يبقى عنده كارت موحد يعمل بيه ايه بقى؟ يركب بيه مواصلات، يستخدمه في المصالح الحكومية، يدفع بيه فواتير المية والكهرباء، اللي هو حاجة يعني ولا كانت تخطر على بال أبطال الديجيتال بتوع سبيستون. وإن شاء الله أول محافظة تعيسة هيطبق فيها الكارت ده هتكون محافظة بورسعيد، تحس إن هم مستقصدينها. نسيت حاجة كمان، تفتكروا يا أولاد مين المواطن سعيد الحظ اللي طلع له أول كارت موحد على ظاهر كوكب المحروسة؟ أيوه برافو عليكم، هو السيسي. لميس الأيرون مان بيان لجنة التطوير إيجابي ومبشر. أنا سعيدة جدا فعلا بهذا البيان، سعيدة بالاجتماع، سعيدة برغم إن أنا كنت أتمنى إن اللجنة يكون فيها حد من خبراء التوترات والتاريخ، ولكن حتى الأساتذة اللي موجودين واضح إن اتجاههم واضح، وواضح إن هم قالوا إنه حتى المخطط الحالي كان هيوفر وقت دقيقتين عن يعني المخطط الجديد كان هيوفر وقت دقيقتين عن المخطط الحالي، فمش عشان دقيقتين أنا أهدم كل هذه المقابر اللي بتحمل تراث وتاريخ مصر وعبق التاريخ وكل يعني كل هذا التاريخ عشان دقيقتين. يعني الناس بتقول لي أنا متأكد إن لولا تاريخ السيادة الرئيس ده حقيقي يعني ده حقيقي يعني فإحنا لازم نشكره الحقيقة شكر واجب وده اللي احنا متوقعينه من سيادة الرئيس. ده حقيقي ولازم نشكره لأنه لولا هذا التدخل ولولا إصراره أن تكون هناك لجنة إحنا كانت معاول الهدم تفضل مستمرة والبلدوزرات تخش تشيل كل حاجة ومحدش كان يقدر، ولازم الحقيقة إن احنا نشكره ولازم نشكر أيضا. من كام شهر كده بدأت الحكومة تعمل أعمال تطوير في منطقة المقابر الأثرية اللي هو تهدها يعني، وبالفعل بدأت الجرافات تشيل في المقابر، وانت وبختك بقى لحقت تعرف ان هم بيشيلوا المقبرة بتاعتكو فبتروح تاخد رفات اهلك وتدور لهم على مكان تاني، ما لحقتش يبقى الله اعلم بمصر.
ولما بدأ الهدم يوصل لمقابر الشخصيات العامة اللي معظمها تاريخي وأثري وفي منها اللي بقاله فوق 1000 سنة، الناس صوتها عالي شوية وبدأت تهاجم اللي بيحصل، والحكومة أنكرت كالعادة، وفيديوهات الهدم غرقت السوشيال ميديا. فالسيسي بحكمته المعهودة طلع قرار بعمل مقبرة جديدة تشطيب سوبر لوكس في العاصمة الإدارية وسماها مقبرة الخالدين، وتقال إنه هيتم نقل رفات رموز مصر العظيمة. أما رفات عامة الشعب اللي مش عظيمة فلهم رب اسمه كريم بقى. ساعتها النخبة والمثقفين والإعلاميين صدعونا تطبيل عن حكمة القرار وإنسانية الرئيس وحرصه على رموز مصر. الغريب بقى إن السيسي لسبب ما في نفس الوقت وجه بتشكيل لجنة لتطوير المناطق التاريخية وقال إنه ملتزم بقرارها. ما تفهمش بقى كانت صاحب الضمير ولا خاف يعني يجي اليوم اللي حد يطلع فيه جتته وجتت اللي خلفوه زي ما هو مطلع ميتين ابو الشعب. المهم ان اللجنه على غير المتوقع طلعت بيان قالت فيه انه ينفع تطوير عادي من غير ما تهدم المقابر وخلي الرفات مرتاحه في مكانها، ومفيش اي سبب يدعو للنقل. ومع ان السيسي كان هو صاحب فكره النقل واللجنه دي كان عاملها عشان يتقال عليه راجل بيسمع لاراء المتخصصين وكده، الا انه وصلت التطبيل اشتغلت برضه. طب مش تستنوا شويه لما تشوفوه هيلتزم بقرار اللجنه ولا لا عشان التطبيل يبقى على بصيره؟ يحيى الفخراني متفائل جدا بالبلد. طب كعضو مجلس شيوخ فرصه وانت معايا اسالك، انت شايف البلد عامله ازاي دلوقتي؟ الوضع عامل ازاي؟ متفائل جدا. يعني هو اللي حاصل الايام اللي فاتت دي والبنيه التحتيه وكله الناس بس بحكايه اللخبطه الاقتصاديه دي في العالم كله، واحنا ما تاثرناش التاثر الفظيع. يعني في بلاد حصل فيها مجاعات الحمد لله ما حصلناش ده. فانت متفائل وشايف انها هتتحل وتعدي؟ مش متفائل بس متفائل جدا، لان هو القادم هو الاهم حقيقه. يعني الواحد لازم يبص لاولاده وأحفاده. يعني احنا خلاص الحمد لله خدنا نصيبنا يعني وكل جيلي ده وكده، لكن الواحد يبقى يعني مطمن على اولاده والاحفاد. ما هو لو ما كانش انت وامثالك من شله المنتفعين والمطبلاتيه اللي تطمنوا على اولادكم واحفادكم، مين اللي هيطمن؟ يعني احنا مثلا مش احفادك برضو مولودين في امريكا ومعاهم الجنسيه فنان؟ مش بيتعلموا في مدارس دوليه على اعلى مستوى؟ مش كلكم جاهزين العوامات عشان تنطوا لما المركب تغرق خالص وما تعرفوش تكسبوا من وراها ومن ورا شعبها الغلبان؟ فانت هتقلق ليه يعني؟ معاك حق تكون متفائل جدا وتحط في بطنك شادر بطيخ صيفي بحاله. معلش يا فنان بس سؤال يعني من باب العلم بالشيء، ايه هي الدول اللي حصل فيها مجاعات بسبب الازمه الاقتصاديه العالميه اللي احنا ما تاثرناش قوي بيها دي؟ اصلا اعرف بلد كان الرئيس بتاعها عامل حفله بيوزع فيها كراتين مواد غذائيه على الناس اللي مش لاقيه تاكل. مصطفى كامل، حفله ترافيس سكوت. الامر متروك تماما الان لجهات الدوله الامنيه والسياديه، لو صدرت الموافقه الامنيه هضربت عظيم سلام. ما احنا عارفين انكم ماشيين بالريموت كنترول يا سياده النقيب، بس مش لازم تقولها على الملأ كده يا اخي، اذا بوليتم فاستتر. تصريح يدل على ان مفيش حد على راس اي مؤسسه في البلد دي حتى لو كانت مجرد مؤسسه نقابيه دورها في الاساس خدمي وتنظيمي مش اكتر، زي نقابه الموسيقيين كده. مفيش حد من دول ممكن يكون مسؤول بشكل فعلي عن اي قرار، وانه لازم الاول ياخد الاشاره الخضراء قبل ما يفتح بقه. مفيش حد مستقل ولا صوته من دماغه، عشان كده دايما ما بيفرقش مين اللي في موقع المسؤوليه، لان محدش مسؤول. زيد زي عبيد، لان كلهم مش اكتر من شويه بيادق على لوحه الشطرنج اللي بتحركها الاجهزه الامنيه على مزاجها، وهم دورهم يقولوا تمام يا فندم واضربوا تعظيم سلام وبس. احمد موسى، لازم نعرف اسباب انقطاع الكهرباء، كنا نسينا الكلام ده من زمان. ساعتين والثلاث ساعات ويمكن اكتر من كده، الموضوع ده ما حصلش بقاله سنوات، بيحصل الايام دي ليه؟ انا بسال، لازم نوضح ولازم نقول ايه الحكايه. طيب احنا عندنا فائض كهرباء، طب ايه المشكله؟ انا بقول والله مش عيب ابدا، ولما انا هنا بناشد مجلس وزراء بناشد مجلس وزراء بشكل واضح، لانه لما الناس تلجا لنا عشان نعرف فلازم نعرف مجلس وزراء يطلع ببيان كده اسباب انقطاع الكهرباء 1 2 3 4، هل في مشكله؟ نقول طيب هل المشكله دي مستمره؟ نقول للناس ونبقى واضحين. دايما سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مشكورا بيقول ايه بشكل واضح، يا جماعه قولوا للناس لما يبقى في حاجه اطلعوا قولوا للناس. حالنا مستمر في انه بقى يصعب على الكافر حرفيا. يعني الناس بقالها كام يوم في كل محافظات مصر تقريبا بتشتكي من انقطاع متكرر للكهرباء خلال اليوم، واللي بيكون لمده طويله بتوصل لثلاث او اربع ساعات بالنهار وزيهم بالليل، بدون ادنى مراعاه لظروف الجو والموجه الحاره الشديده اللي رفعت درجه الحراره بشكل كبير. الغريب ان ده بيحصل في الوقت اللي الدوله مصره ان عندها فائض في الانتاج ومحطات الكهرباء عندها مفيش اكتر منها، ولسه من كام شهر مخلصين المرحله الثالثه من محطه الضبعه النوويه. فاللي بيحصل من دول ملوش مبرر، وخصوصا ان موضوع الكهرباء ده كان فعلا اتحل، والازمات دي يعني كان بقالها مده ما بتحصلش. المنطقي بقى ان الدوله بتاخد الغاز اللي المفروض انه بيشغل المحطات وتبعته لاوروبا، وده اللي قاله السيسي اكتر من مره، انه هيبقى البديل اللي هيمد اوروبا بالغاز، عشان المواطن الاوروبي كائن حساس وما يستحملش البرد القارس، لكن المواطن المصري يولع عادي. هو السيسي منتهى امله انه يصحى يلاقي نص الشعب سايح من الحر ويخلص منه. مجلس الوزراء يوافق على انهاء العمل بقانون مكافحه الجذام.
اوعى حد يتسرع ويشتم في الحكومه ويقولوا ان هم عاوزين مرض الجذام ينتشر وبتاع. بطلوا فترة بقى. الحكومة هتلغي القانون زي ما كل الدول المتقدمة لغت القوانين اللي بتمثل نوع من التمييز ضد مرض الجذام ده، غير اننا وصلنا للحدود الامنة يعني. صح الدولة بترمي المصابين في مستعمرات كنوع من العزل يعني، وهو اقل ما يقال عنه ان هو نفي اجباري من غير رعاية طبية حقيقية ولا اهتمام ولا حتى توفير اكل وشرب، وفين وفين يعني اللي ما حد بيفتكرهم. بس طبعا اعداد المرضى قلت كتير عن زمان، والمرض اتحول من مرض متوطن في مصر لمرض نسبة المصابين بيه محدودة، لكن هو لسه كمرض موجود ولسه في ناس بتعاني منه. وبدل ما الدولة تهتم بعلاجهم وترفع عنهم العزلة الإجبارية بتوفير أماكن مناسبة، رايحة تلغي قانون من الثلاثينات ومحدش كان يعرفه ولا سمع عنه عشان يتقال عنها دولة كيوت ومش عنصرية وعشان تنفي عن نفسها شبهة وجود الجذام. رئيس الوزراء عن انقطاع الكهرباء، تخفيف الأحمال بسبب الموجة الحارة الشديدة. لا، إذا كان تخفيف أحمال يبقى الشعب لازم يستحمل طبعا، ايه يعني هيموت من غير مروحه؟ المهم ان التكييف المركزي بتاع مبنى رئاسه الوزراء يكون شغال، والبرج الايقوني انواره طلعه لطكره من بعيد، واضخم نجفه في اكبر جامع لازم لمضه تفضل منور. هو صحيح محدش بيدخل ولا بيصلي فيه، بس برضه عاوزين الناس تاكل وشنا وتقول اننا مظلمين بيت ربنا. ثم احنا عندنا مهرجان في العالمين، ومش اي مهرجان يعني، ده اكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الاوسط. عاوزيننا نقطع كهرباء عن المليون سايح اللي لسه ما جوش عشان الشعب حران شويه. هو صحيح الشعب دافع فلوس الكهرباء وبالسعر العالمي، ومن حقه ان الخدمه ما تنقطعش عنه لاي سبب، بس ما فيهاش حاجه لما يضحي عشان خاطر مصر يعني. حسام الشاعر الخبير السياحي، محتاجين 100,000 غرفه فندقيه جديده واعاده الغرف اللي خارج نطاق الخدمه للعمل. متوقعين احنا مستهدفين زياده في الطاقه الفندقيه قد ايه يا استاذ حسام؟ هو انا على يعني على حسب ما بسمع من معالي وزير السياحه، وهو يعني بدل مجهود التنسيق مع معالي وزير الوزراء النهارده وبالتحديد لاعاده ثانيه برضه مع القطاع الخاص، يعني محتاجين مثلا حوالي 100,000 غرفه تاني، اضافه للاهم من 100,000 غرفه جديده وادخال الغرف خارج الخدمه حاليا كده الخدمه، وتعليه كفاءه الفنادق اللي موجوده في مصر. يعني مجالين مدام لسه بنشتغل عليهم، مجال ان انا اعلي كفاءه اللي موجود وادخل الخدمه اللي موجود وخارج الخدمه، ونمره 2 نبدا في انشاء فنادق جديده. اتمنى ان احنا في انتظار هذا. خليهم 200,000 ان شاء الله، مع حد حوش يا اخي. هي مصر فيها اكتر من المنتجعات السياحيه والفنادق، ده انتوا حولتوا البلد لمستعمره للاجانب والمواطن ما بقالوش مكان فيها يعني. وبعدين هو انت قربت حتى من نص عدد السياح اللي انت كنت مستهدفه عشان تفكر في زياده عدد الغرف الفندقيه؟ هات لي كده فندق واحد كانت نسبه الاشغال فيه وصلت 100% في عز السيزون السياحي، ومع ذلك هنقول فلوسكم وانتوا حرين فيها. ان شاء الله تبنوا فندق مخصوص من بابه لكل سايح، لكن اللي انتوا مش حرين فيه انكم تطلبوا دعم حكومي وتسهيلات، لان دي كلها حاجات بتتحمل على المواطن الغلبان اللي هتدبسه انه يدفع من قوته وقوت عياله عشان البيت السايح يقعد في اوضه شرحه وبرحه. مختار جمعة، لن نترك الفضاء الإلكتروني للجماعات الضالة حتى لا تعبث بعقول الناس وأفكارهم. وماله فضلتك؟ بص أنا عاوزك تاخد التوك توك الفضائي بتاعك وتشرخ بقى في الفضاء الإلكتروني براحتك، يكشي ثقب أسود يبلعك ويخلصنا منك. قادر يا كريم، هو أنتوا مش مكفيكوا سيطرتكوا الكاملة على الإعلام وفرض برامج موجهة هدفها الأساسي السيطرة على الناس وتحويلهم لقطعان راضية بالقهر والفقر، ومتحرم عليها الخروج على الحاكم الظالم وإن جلد ظهرك وسرق مالك، وتعاملكم مع الدين بشكل فولكلوري فج خرجوا من مضمون وخلاه مجرد طقوس الناس بتأديها وخلاص من غير روح ولا وعي حقيقي للهدف منها. بعد قرار روسيا بالانسحاب من اتفاق الحبوب، مسؤول بالتموين، احتياطاتنا آمنة. بس خلي بال حضرتك حاجة، يعني بالنسبة لي مصر لديها مخزون آمن من السلع الاستراتيجية، يعني مثلا سلعة القمح لدينا في الصوامع ما يغطي 6 شهور وأكثر، فأنت لديك احتياطات آمنة، لديك ساعات تخزينية تصل إلى 5 مليون طن. خوفي منكم يا بتوع الاحتياطات الآمنة، أنتوا مش عارف الواحد مش مطمن لكم ليه؟ ما هو أصل تاريخكم الأسود معانا معروف يعني. هو أنا متفاهم والله وجهة النظر بتاعت عدم إثارة الهلع وكده، وإن المواطنين لما بيعرفوا إن في سلعة مهددة بالاختفاء بتلاقيهم يجروا ويشتروها من الأسواق وبتبدأ الأزمة تحصل بدري. بس في فرق بين إنك تحاول تطمن المواطن وبين إنك تكذب عليه. موضوع انسحاب روسيا من الاتفاقية هيرفع سعر القمح، وده أكيد هيأثر على مصر زيها زي غيرها من الدول اللي بتستورده يعني. فبدل ما أتكلم الناس عن الاحتياطات الآمنة، لأنها مش هتفضل آمنة على طول يعني، ما خد متل يختل. وبدل ما تقول لنا اننا لحقنا نشتري قبل ما روسيا تنسحب، حاول تدور على دول بديله تستورد منها، لان دي سلعه استراتيجيه ما ينفعش تتهاون معاها، ولو حصل فيها ازمه يبقى البلد هتدخل في مصيبه سوداء. ابي احمد، اثيوبيا،
تحفظ الأمانة ولا تنوي الإضرار بدول حوض النيل. وننتقل الآن برادار الأخبار إلى قضية سد النهضة الإثيوبي، فقد قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن بلاده لا تنوي الإضرار بدول حوض النيل الشقيقة، مشيرا إلى ضرورة أن تعمل كل من إثيوبيا ومصر معا من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإقامة شراكة حقيقية. وأضاف أبي أحمد أن سد النهضة ستكون له فوائد كبيرة ليس لإثيوبيا فحسب بل ولجيرانها أيضا، خاصة فيما يتعلق بتخزين المياه لمواجهة فترات الجفاف. وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن نهر النيل يعد شريان الحياة بالنسبة لدول المنبع والمصب، مشيرا إلى التزام بلاده بالمسؤولية تجاه الجميع. مش سهل رئيس وزراء اثيوبيا ده ابدا. الراجل بعد ما خلص اجتماعاته مع السيسي ومؤتمر السودان اتفض، كتب بيان باللغه العربيه على تويتر مليان كلام عاطفي مؤثر دغدغ به المشاعر وفتفتها فتفيت كده يعني، وراح حبيبنا واحده: انتوا فاكريني بحوش الميه دي عشاني؟ لا والله، دي عشان كل دول المصب، ووعدكم اول ما يحصل جفاف هفتح لكم الحنفيه واغرقكم ميه. وامعانا في الدغدغه مفيش مانع برضو من حته يعني خلط الدين بالسدود كده على الماشي، فقال لنا ان النيل هبه ربانيه وربنا هو اللي اختار اثيوبيا عشان تشيل النيل عندها امان. بس الحته اللي عجبتني موت بقى لما قال لنا ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال للصحابه: اذهبوا الى ارض الحبشه فان فيها ملكا عادل لا يظلم عنده احد. واحنا برضو عمرنا ما هنظلمكم. الراجل شكله في الفتره البسيطه اللي قعدها في مصر دي اتعلم شغل التحوير على اصوله من الشيوخ المعرسين بتوعنا، وطبعا ما نسيش يطبل للسيسي ويتكلم عن حكمته وجمال خطوته اللي هو يعني بيان في منتهى الاشتغاله، وهو قابلوني بقى لو المفاوضات تمت. محمود فوزي الإفراج عن باتريك زكي ومحمد الباقر بادرة كريمة من الرئيس السيسي. وإلى زلنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة، وبينضم إلينا في هذا الإطار المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. أهلا وسهلا بك معنا. يعني بداية، هذا القرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيأتي استجابة لمجلس أمناء الحوار الوطني، لو تضعنا فيه تفاصيل وكواليس هذه الدعوة وهذه الاستجابة أيضا. استاذ هشام ازيك، كل سنه وحضرتك طيب والساده المشاهدين. يعني كالعاده السيد الرئيس بيفاجئ الجميع بالمتابعه الدقيقه لكل ما يدور والاستجابه الكريمه والسريعه والعادله لما يدور ايضا. بادره كريمه فعلا. صح، هو اللي اعتقلهم بتهم هلاميه كده اسمها نشر اخبار كاذبه، وهو اللي رماهم في السجون اللي تعاملوا فيها معامله غير ادميه وتعرضوا للضرب والتعذيب والحرمان من الزياره، لكن ما دام افرج عنهم بعفو رئاسي يبقى نشكره ونسبح بحمده طبعا، حتى لو كان عفو مشروط بان هم يحطوا لسانهم جوه بقهم ويمشوا جوه الحيط، والا القضايا سهل جدا تتدور تاني. مبروك لباتريك ومحمد وعقبال كل مظلوم في سجون السيسي. نشأة الديه يدعو لتأسيس متحف لمشروعات وإنجازات السيسي. امبارح تقريبا كتبت مقال بستحضره وبسترجعه اسمه متحف الانجازات. متحف الانجازات دلوقتي لما اجي اتكلم بقول يا ابراهيم هاتولي الانجازات اللي حصلت في قطاع الكهرباء، هاتولي اللي حصل في قطاع الزراعه، يقعد يدور ويخش على جوجل، يخش على موقع الرئاسه، يخش على موقع الوزارات ويدور. لما تيجي يا جماعه باختصار شديد نعمل متحف في مكان ما مفتوح اسمه متحف الانجازات. يعني ايه متحف الانجازات او تحديات اي كان المتحف؟ انا سنه 2014 عملنا ايه او 15 او 16 كل سنه اعمل ادي القطاع بتاع سنه 2014 اعمل فيها 1000 مشروع اهم، ماكيتات صغير، ماكيت صغير موجود اللي هو نموذج يعني بيتحط ادي مصنع الحديد والصلب اللي اتعمل يوم كذا كذا وصوره الرئيس وبفتتح. انا بتكلم عن المشروعات بتاع الرئيس بس، ويتحط جنبه صوره الرئيس وبفتتح، ادي الماكيت وادي صوره الرئيس وادي المقص اللي احنا افتتحنا بيه وادي المصحف اللي الرئيس خده، ادي الباكج بتاعت المصنع بتاع حديد الصلب. ايوه بقى، هي دي الافكار اللي بره الصندوق يا ابني. 100 مره قلت لك غير الصنف، ولا انت في حد لعب في دماغك بمفك مصدي وانت صغير ولا ايه حكايتك بالظبط؟ ويا ترى في رايك يعني المتحف ده يعني الدخول ليه يكون بتذاكر ولا مجاني عشان الناس تمتع عينيها بانجازات الرئيس؟ انا نفسي بس اعرف احنا عملنا ايه في دنيتنا عشان ربنا يبتلينا بالاشكال دي. يا دي الانجاز مش محتاج متحف عشان يتعرف. لو كانت الناس حست بانعكاس حقيقي للمشاريع على حياتها ما كانش واحد زيك هيطلع يحاول يقنعهم بيها بالعافيه، لا وكمان عاوز يعمل لها متحف. الصبر من عندك يا رب. فيما عدا ذلك فكل شيء في مصر على وضعه. توكلنا على الله، بكره نجيب العود ان شاء الله ونخلص كل حاجه، والمحامي كده كده هيبقى موجود واخد بالك. حماد يا بابا بيشتغل. طب دي كلام الفضاح دي، دي يعني احباب الله بقى وكده، حاجه جت عليك ولا ايه؟ الحمد لله ربنا ستر. بس يا حماد دي كلام. للمزيد من الطاقة الإيجابية المحفزة على الهجرة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم إشعار بالحلقات الجديدة، ونتمنى تدعموا البرنامج بنشر الطاقة الإيجابية لي من خلال اللايك والشير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.